الإشكال الأساسي عندي أنا أقول الآن في تونس الآن هناك ثم صراع ما بين ثلاث انقلابات. الانقلاب الواقع اللي هو عم قيس سعيد كفر ولا يعبأ بأحد، وطالما وجد المواقف نتاع الحسابات الصغيرة وجد الفراغات سيستمر فيه بوجهة نظر متاعه، وحتى الناس اللي مشاركة من كل شيء هذه هي مجرد مناواجها ومجرد تزيين. هذه النقطة الأولى، هذا الانقلاب. هناك انقلاب مرجو وهو الحقيقة هذا جزء من النخبة السياسية التونسية طول حياتها عندها حساباتها الضيقة في الاقتراب من السلطة السياسية ومن الموقع، تتصور روحها عن طريقها هي تنجم تغير في الأوضاع، وهذه الحسابات تاع كثير من الناس منا في بعد 7 نوفمبر وربما حتى قبل. هذا ينسحب على الرابطة بموقفها الحالي في العهد متاع هذا ينسحب على الرابطة في موقفها الحالي. هذا ينسحب الآن ثم كثير بعد 25 جوية اللي قالك هاوجي قيس سعيد، دونك خلينا ندخلوا معاه، خلينا نوجهوا من هذا الانقلاب. ولكن علاش هذا نسميه أنا حطهم انقلاب مرجو؟ لأنه هم الشروط متاعهم، ونلاحظ أن البيانات متاع اتحاد الشغل والبيانات متاع الرابطة حتى الحوار حتى تصحيح المسار اللي يتصوروا فيه هو تصحيح مسار إقصائي. هذا إيش معناه الانقلاب؟ هو الانقلاب هو التغيير، محاولة تغيير وضع ذا شرعية بالوسائل نتاع غير الشرعيه. يلا نختموا بالنقطه الثالثه عبد الحميد جلاس. دونك ثم هذانا يحبوا يفكوا الانقلاب، لكن يحبوا يقولوا قيس سعيد احنا رانا معاك لكن نكونوا منا شركه. وايضا هو الانقلاب الذي يقصي الاخرين، ولكن مع الانقلاب اللي هو نتاع قيس سعيد الفردي واللي هو مواصل فيه وما يصنع حتى حد، والانقلاب المرجو اللي توكي بعض من الجمعيات اللي سواء كان اللي دخلوا معاه ولا اللي يضغطوا عليه ويحبوا يقولوا له خلينا نكونوا منا معاك، هذا الكل توجه هذا الانقلابين اذا كانت تتواصل الاوضاع للحاله نتاع البلوكاج معنا في البلاد قد نجد انقلابا ثالثا اللي هو انقلاب اللي لا فيه لا هذا نتاع المجتمع المدني ولا السياسيين، لخاطر العبث اللي قاعد يتم واعطاء فرصه لمزيد تخريب منع الاوضاع بالمواقف وكل شيء ينجم يجرنا الى تمرد شعبي على اساس اجتماعي، وينجم يجر التتويج نتاع العمليه هذه الى اشياء من خارج نسق برمته.